أطوار ديال الجلسة اليوم أستاذ كيفاش شفتي الأمور؟ أطوار جيدة جدا، الجلسة كانت مرينا في أريحية بكل صراحة. السيد رئيس أعطى الوقت لهيئة الدفاع كاملة في إطار الطلبات ديالها، ما كانت لا مقاطعة لا من أي جهة كيفما كان نوعها. كان احترام كبير ما بين هيئة الدفاع والقضاء، ولكن الدفاع ساهم في مرور في هذه الجلسة في جو مريح، لأنه كان دار طلبات، درنا طلبات وفق القانون وما يقتضيه القانون. هذه توطئة أستاذ، ما أكيد. مرحبا مرحبا. الجمهور ديالنا تيقول بأن كنتي شبه مرافعة اللي كتقدموا فيها الطلبات، نعم، كنتي الدفوعة الشكلية وأمور أخرى، نعم، مشيتي أستاذي بحكم تجربتك الواسعة في الملفات الجنائية، نعم، مشيتي للجوهر اللي هو ما يسمى بالمصرحين. السؤال اللي كيطرحوا الرأي العام، هذا واش هما مصرحين؟ واش شهود؟ واش ضحايا؟ وتما توسعتي انت، يعني عرفتي فين هي النقط القويه في الميدان. صحيح. اولا طلبت استدعاء مصرحين. لاحظوا انني ما قلتش مصطلح شهود. علاش مصرحين؟ اولا جات الاسماء ديالهم والتصريحات ديالهم محضر ديال الضابطه القضائيه ديال الفرقه الوطنيه، والامر بالاحاله ديال السيد قاضي التحقيق. انتما تتعرفوا كصحفي مهني، يعني عندك إلمام كبير بالقانون، وانا تنعرف هذه المساله. تتعرفوا بانه الدفاع اذا كان تينوب على المتهم ما يمكنلوش يحضر مع مصرح، ما تنحضروش معاه الا اذا اقتضى الامر اجراء مواجهه. انا ذاك الا ما درتش مواجهه مع المصرحين ما تنحضروش حنا كدفاع. وبالتالي علاش ما قلت الشهود؟ حيت ما حضرناش اولا، ثانيا حيت ما عرفناش واش اداو اليمين القانونيه ولا لا. حيت لو كان اداو اليمين القانونيه غنطلب من المحكمه استدعاء الشهود، ولكن حيت انا ما حضرتش وما عرفش والقانون ما تيسمحش ليا، قلت استدعاء المصرحين. هذوك المصرحين استمعت لهم الفرقه الوطنيه واستمع لهم السيد قاضي التحقيق في غيابنا. لما خدينا قرار الاحاله قرينا التصريحات ديالهم، هذيك التصريحات فيها مساس ب حقوق الموكلين ديالنا اللي تنوبوا عليهم. إذن كان من لازم عليا في إطار العمل اللي تنقوم به نطلب من المحكمة أنها تستدعي لي هاد المصرحين، لأن عندي مجموعة من الاستشكالات والتساؤلات اللي خصني نطرحها عليهم وخصني نتلقى أجوبة عليهم باش نبين الوضع الجنائي ديال الناس اللي تنوب عليهم. إذن هذه مسألة قانونية. مسألة ثانية هو في إطار تحقيق العدالة والوصول للحقيقة والمحاكمة العادلة وإنشاد حق الدفاع اللي هو حق مقدس ودستوري. خص المحكمة تستدعي لي هاد الناس. هذه النقطة الأولى. كانوا نقاط أخرين أستاذي الفاضل، نعم، ضميتي الدفاع دفاع قوي تبارك الله، ديال نعم اللي كتنوبوا عليهم، تكلمتوا على وثائق، ممكن توضح لنا هذه الوثائق شنو هي؟ كاين بعد اطلاع كذلك السيديات اللي فيهم المكالمات. نعم. تفضل أستاذ. كاين مجموعة ديال المحاضر وديال الأوامر الصادرة عن السيد الرئيس الأول وديال الأوامر الصادرة عن السيد الوكيل العام، بعد اطلاعنا على الملف اتضح أنها غير موجودة. بعد اطلاعنا بطبيعة الحال على الملف اللي بين يدين القضاء، هذا الملف اللي اليوم ناقشناه، ما كايناش هذه الوثائق، ما كاينينش هذه الأقراص المدمجة. ما يمكنش للمحكمة تناول واحد القضية مبثور منها مجموعة ديال المحاضر، لأنه ستختلي المداولة باش تنطق بالحكم. خصها تحيد الحكم ديالها، غترجع على رقم محضر وتاريخه، ما غتلقاهش عندها باش تطلع عليه. غتضطر انها تخرج الملف في المداوله لضم هذه الوثائق وعرضها على الاطراف ومناقشتها ونعاودوا من جديد المحاكمه. لا، هذه هي علاش 323 من المسطره الجنائيه و 423 من المسطره الجنائيه تيقول لك الطلبات الاوليه لجهوزيه القضيه. نحن في إطار طلبات أولية، مازال ما وصلناش للدفع الشكلية، هذه غير الطلبات الأولية، الاستدعاءات، ضم وثائق وغير وغير، دخلت في هذه المسألة. الرد ديال السيد الوكيل العام كان لصالح القانون ولصالح الطلب ديالنا، لما حتى هو شاف الملف ديالو بان له بأنه هذه الوثائق ما كايناش الملف، وقال نحن مع الدفاع، هذا طلب قانوني، تنطلب من المحكمة أنه النيابة العامة غتكلف بإحضار هذه الوثائق وضمها للملف. هذه الوثائق أستاذ كتشوفها بأنها قوية في الملف، وهنا فاش عطيتي عنوان أن ملف في إعاقة. لا، هو تعبير مجازي ولكن في الموضوع. جسد الإنسان، جسد الإنسان من اللي ما تتكونش فيه رجل أو يد.
شنو تنقولوا ملي ما تيكون غير مكتمل، ملي تنقولوا ملف ما فيش محاضر واوامر اللي مهمه بالنسبه لينا احنا، مهمه حيت خصها تكون في الملف ها، ولكن الفحوه ديالها ما عارفينوش لان ما طلعناش عليها، ما كايناش في الملف. لما نطلعوا عليها انا ذاك نقولوا الصحافه واش مهمه ولا ماشي مهمه. دابا حاليا حنا ما عارفيناش، هي ما دامت انها وثيقه من وثائق الملف بالنسبه لنا نحن كدفاع مهمه خصها تكون في الملف. الراي ديالك استاذ الفاضل في سك الاتهام بالمقارنه مع هذه الامور اللي شفتوا انتم في الملف؟ الراي ديالي في سك الاتهام غتسمعوه في المرافعه في الموضوع، كونوا واضحين.